للمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف منسق مؤسسة حياة كريمة بالبحيرة رشا كليب. أهلا بحضرتك معنا، وبداية وفي إطار زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى محافظة البحيرة، حياة كريمة في المحافظة إلى أين وصلنا؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني في الحقيقة خلينا نتكلم الأول عن الزيارة الميدانية لدولة رئيس الوزراء لمحافظة البحيرة وتحديدا قرية قصر داوود بمركز وادي النطرون، أحد مراكز الظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة. في الحقيقة الزيارة يعني جاءت كاشفة لجهود الدولة بجميع مؤسساتها، سواء حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني أو أفراد، لأن زي ما احنا عارفين أن مبادرة حياة كريمة ليست قاصرة على جهة معينة أو هيئة معينة أو وزارة معينة، ولكنها تضافرت فيها جميع الجهود وتكاتفت فيها جميع المؤسسات سواء حكومية أو غير حكومية. أيضا الزيارة عكست وترجمة المتابعة الجادة للمشروعات التي تم تنفيذها وكذلك المشروعات الجاري تنفيذها في ظل يعني الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها العالم، فيمكن دي رسالة صريحة للعالم من خلال المشروعات اللي احنا شفناها من الزيارة أو في أثناء الزيارة، أن جهود التنمية في كل أنحاء الجمهورية مستمرة وفقا لخطط واستراتيجيات الدولة المصرية، وده طبعا بتضافر جميع الجهود كما هو الحال في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. وفي الحقيقة المبادرة الرئاسية، سؤال حضرتك في البحيرة إلى أين وصلت؟ احنا عندنا 6 مراكز تم إدراجهم في المرحلة الأولى بإجمالي عدد مشروعات تجاوز 4000 مشروع. خلينا نقول برضو أن 6 مراكز محافظة البحيرة اللي تم إدراجهم في المرحلة الأولى فيهم 42 وحدة محلية كروية، ال 42 دول بيهم 3967 قرية وتابع، والمشروعات دي تقريبا غطت 50% من مساحة المحافظة، وأيضا يستفيد بيها أكثر من 50% من سكان المحافظة. نعم، كمنسق لحياة كريمة في محافظة البحيرة، دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بالاعتماد على المكون المحلي، وأيضا يعني لعدة أسباب لتعزيز فرص توطين الصناعة، الاعتماد على التكنولوجيا المحلية بالشراكة دائما مع المستثمرين والقطاع الخاص. هنا أسألك حول هذه الشراكة، كيف تقيميها وكيف تقدري هذا الإقبال من المستثمرين والقطاع الخاص على مبادرات حياة كريمة سواء في محافظة البحيرة أو في أي محافظة؟ يعني في الحقيقة إحنا في الوقت الراهن لا غنى عن الشراكة ما بين المستثمرين وتشجيع الصناعة وما بين الدولة المصرية ومؤسساتها الحكومية. في الحقيقة من خلال اللي شفناه من خلال رصدنا الميداني لمشروعات حياة كريمة وما يتم بها، لاحظنا فعلا في إقبال يعني شديد و في تحفيز على المشاركه في المشروعات وفي اقامه المصانع. يمكن يعني احنا عندنا في وادي النطرون في منطقه صناعيه، وبعدها بشويه في النبريه في منطقتين صناعيتين، ايضا عندنا في حوش عيسى منطقه صناعيه، وايضا في مركز قصر الدوار منطقه صناعيه اخرى. كل المراكز التي تم ذكرها هي مراكز مدرجه في المبادره الرئاسيه حياه كريمه، فهي ايضا رساله يعني صريحه من الدوله المصريه لجميع المستثمرين. الدوله المصريه يعني تفتح المجال للمستثمرين للمشاركه، واعتقد ان في الفتره القادمه في تسهيلات لمشاركة المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار، أيضا لتوفير فرص عمل للشباب. فأعتقد دلوقتي أن في كل قرية تم توفير العديد من فرص العمل لشباب القرى. نعم، ما بين الرسالة والمضمون، حياة كريمة في محافظة البحيرة وفي غيرها من محافظات الجمهورية. أشكرك شكرا جزيلا منسق مؤسسة حياة كريمة بالبحيرة رشا كليب، شكرا جزيلا لك.